السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير جدا بالنسبه لك، وان شاء الله باذن الله هتكون استخارتك قويه وجميله. يا رب ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون هي فترتكم وعندكم نجاح وازدهار. استخارتكم هي اللي هتعبر عن الحياه بتاعتكم. الاستخاره اللي هتطلع هي اللي هتقروها الفتره اللي جايه، الصوره يعني اللي هتطلع التصوير بالكاميرا الاماميه، فالصوره بتدي معاكم العكس يا برج الجدي. يلا بينا بقى نشوف برج الجدي عنده ايه الفترة دي وايه اللخبطة اللي عنده. بس انزلوا يلا، فضلا وليست امر، ادعموا الفيديو بتاعكم باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، ونشوف مع بعض ايه استخارتنا. صورة النحل، صورة النحل ده بيدل ان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم ملايكة مولودين بروح طيبة جدا، عندكم طاقة حلوة قوي الفترة دي، بس مش عايزاكم تستعجلوا ابدا في اي قرار ممكن تاخدوه. حصل عندكم نفاق من حد مزيف وضحك عليكم، عليكم ندر مع ربنا، لازم في أسرع وقت توفوا بيه. عايزاكم كمان تطبطبوا على نفسكم وتبعدوا عن أي حد بيطفيكم. يعني إيه؟ يعني أي حد يقلل من شأنكم أو أي حد يديكم طاقة أنتوا مش تستحملوها ابعدوا عنه. أنتوا عندكم رحمة وعندكم مغفرة لكل الناس اللي حواليكم، على رغم الظلم والأذى اللي واقع عليكم منهم برضو دايما بتطبطبوا وبتدوا. كمان الفترة اللي جاية هيبقى عندكم نجوم وقمر منور طريقكم ومنور حياتكم بسم الله. كمان ما شاء الله عليكم انتوا بتذاكروا كويس جدا جدا لتوصلوا للحلم بتاعكم. عندكم خبر هتفرحوا بيه جدا، وهتخرجوا من المكان اللي انتوا فيها، وحرفيا المناسبة اللي انتوا بتفكروا فيها هتتم، وهتلبسوا لبس جديد او هتشتروا لبس جديد او هتعملوا حاجات جديدة، وهترجعوا تشكروا ربنا على النعمة اللي انتوا فيها او على الفضل اللي انتوا فيه. ده مش كده وبس، كمان ده انتوا هيبقى عندكم تغيرات جميلة على جميع الاسرة. ليه؟ علشان طال انتظاركم، طال المسؤولية بتاعتكم اللي كانت في حياتكم، وعشان كده قررتوا ان انتوا تشوفوا البيبان اللي في حياتكم. عندكم اكتر من باب هيتفتح قدامكم، وهتكونوا مبسوطين جدا علشان هيكون في رحمة في قلبكم. وزي ما قلت لكم من البداية ان انتوا هتكونوا ملائكة في الارض بتاعتكم، بس ما تخلوش اي حد يظلمكم ولا يسيبكم بطاقة مؤذية على حياتكم. مزاجك اليومين دول متقلب بطريقة رهيبة جدا، ضغوط نفسية في شغلك، رغم ان عندك خروج من المحنة اللي انت بتمر بيها، بس عندك كذا ضغط نفسي في شغلك، شغال 24 ساعة او بمعنى اصح طول الوقت مدي الوقت الكافي والزايد عن اللزوم في شغلك. صحتك في النازل، مش مهتم بصحتك، وده خطأ جدا. انت بتشتغل علشان تعافر مش علشان تيجي على صحتك، علشان تبني مستقبلك. صحتك في النازل ودي حاجة خطأ جدا. البعض منكم عمل فحوصات، البعض منكم اشتغل على صحته وبرضه عنده ضغوط نفسية. عندك هنا قعدة حلوة او لم شمل، انت عندك لم شمل مع الشريك، او هتصفي حساباتك مع الشريك، انت جاي على الشريك او الشريك جاي عليك، محدش حاسس بحد، ولا انت حاسس بيه ولا هو حاسس بيك، انتوا ليكم المظاهر بينكم وبين بعض، وده طبعا خطأ جدا. حصل عندك سوء اختيار في حاجة، في شخص او في شخصية او في حاجة معينة، وزعلته جدا، رميتوا طوبة ناس كتيرة جدا من حياتكم، وخربتوا افاعي من برضو من حياتكم. ليه؟ بسبب الحقد والغل اللي حصل عندكم في حاجات مضايقاكم، او حاجات بمعنى صح انتوا مريتوا بيها. الفترة اللي جاية هتكون قاعدة صلح ليكم، او قاعدة مواجهة مع حد، والحد ده انتوا هتبصوا في عينيه، هتعرفوا هو عايز يقول ايه، وفي نفس الوقت هتاخدوا قرار حاسم او قرار تاني. من وقت للتاني كلامكم بيكون دبش، وكلامكم بيكون شديد جدا، او كلامكم بيكون طاقة سلبية، وده خطأ جدا. بلاش تزعلوا نفسكم، او بلاش تزعلوا الشخص اللي قدامكم بسبب الكلام اللي انتوا بتقولوه يزعلكم، يزعل الطرف التاني منكم. عندكم صديق، الصديق ده بيحبكم جدا وواقف معاكم في كل الاحوال بتاعتكم، وحتى لو حصل معاكم ايه هتلاقوه واقف معاه، وهتلاقوه دايما بيدعمكم ودايما عايزكم تكونوا احسن حد. بس خلوا بالكم من اي امور بتضايقكم،
عندك برضو صديق تاني، الصديق ده عدو ليك، ما بيحبش غير نفسه ودايما بيحاول يوقع الاشخاص ما بينه وما بين بعض، فانت بتمر بضيق وخنقه بسبب ان انت حاسس ان حياتك بدات تصفصف وبدات تفوق لنفسك بشكل ايجابي. فما تقلقش خالص، انت هنا كمان عندك طاقه انتظار، الله اعلم انت منتظر ايه، لا اما منتظر مبلغ، لا اما منتظر حد معين، لا اما منتظر طاقه تانية، الله اعلم، بس انت في طاقه انتظار، متهيأ لك ان انت عايز تخرج من الوضع اللي انت فيه، بالفعل انت عندك خروجه. في كمان مكالمة بحد أكبر منك في السن مستنيها بقدر المستطاع، المكالمة دي ممكن تكون مكالمة حلوة ليك، طاقة إيجابية، الله أعلم، بس أنت مستني المكالمة دي آكل شارب نايم كل انتظارك في المكالمة دي. عندك مولود، بسم الله ما شاء الله، المولود ده زي القمر، لان عندكم انتوا عندكم كلام يخص اطفال، لان هيكون في حمله تخص اطفال، لان هيكون في طفل عندكم زي القمر، الله اعلم، بس في طفل عندكم زي القمر، الطفل ده معرض دايما للعين، زي ما بيقولوا بمعنى صح، معرض دايما لاشعه الشمس، فلازم تداروا عليه علشان ما يتعبش، هو دايما معرض للتعب. ليه؟ بسبب الحسد الشديد اللي من المقربين في الجيران عندكم، في الناس اللي هي بتشوف الطفل ده على طول. في هنا كمان خروج من حاجة مسدودة عليكم او نور من بعد الضلمة اللي انتوا فيه حاليا. كمان في نفس الوقت هتسمعوا حاجة، لاما هتسمعوا موضوع، لاما هتسمعوا خبر، لاما هتجيلكم رسالة، في حاجة متعلقة بالحاجة اللي في دماغكم ومخلياكم مش عارفين تناموا. في خيانة او حد متعدد العلاقات، او انتوا في علاقة تانية، في طرف تاني، طرف تاني متعمد ان هو يدخل بيتك علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر يخربه، مش علشان خاطر يشوفك انت محتاج ايه او انت محتاجة ايه. في خلوا بالكم من الاطراف التانية اللي بتدخل علشان تخرب البيوت العمرانة، يعني ممكن تكون شايفاكم كويسين بينك وما بين الشريك او ما بين الطرف التاني، تدخل هي تقلب الموضوع قلبا تاما، فتخلوا بالكم من النقطة دي. انتوا دايما بتقعوا في خطأ، دايما بتوقعوا نفسكم في خطأ، بتوقعوا نفسكم في طريق شك، في موضوع مش تبعكم، وفي حد بيدور وراكم بكل الطرق. انتوا ممكن تكونوا فاكرين ان الشخص ده بينام ومرتاح، بالعكس الشخص ده 24 ساعة بيدور وراكم، هو بينام بعين وبيفتح بعين التانية، ما وراهوش حاجة غير ان هو يكشفكم، يدور في اوراقكم، يدور في تليفونكم، يشوفكم ايه دنيتكم، يشوف بتعملوا ايه. فتخلوا بالكم من النقطة دي، الفترة دي فترة جميلة ليكم، مميزة، في اوضاع حلوة، في طاقة ايجابية، في فرحة، في امور بتتحضر لكم، بس دايما تخلوا بالكم. ليه؟ علشان العيون، انتوا من وقت للتاني حاسين انه انت مفيش تواصل مع الناس المقربة، ممكن تكون قاطع ناس كتيرة جدا، قاطع اهل، قاطع احبة، ده برضو بسبب الضغوط اللي انت بتمر بيها، انت محدش حاسس بيك، كله جاي عليك والبيبان متقفلة، عندك تعبان بيلعب في حياتك، متبدل الالوان، شوية حبيبك وشوية عدوك، شوية عايز مصلحتك وشوية عايز يخرب بيتك. ليه؟ علشان الشخص ده متقلب المزاج، وطول ما هو متقلب المزاج هتلاقي عنده حقد جواه وغيرة، فلازم تخلوا بالكم ولازم تبصوا للحاجة اللي هتجدد من نفسكم، والخروج المحنة اللي هتخرجوها دي هتكون أمور حلوة. من وقت للتاني بتجيلكم نغزة، دوخة، بتجيلكم كده ضربات قلب سريعة، الوضع اللي انتوا فيه مش عاجبكم بكل الطرق، دايما الهم، دايما الحيرة، دايما الضغوط النفسية، فعشان كده انتوا بتحاولوا تخرجوا من المحنة اللي انتوا فيها. في خير جاي لكم، والخير ده هيتوزع على ارض بيتكم، او بمعنى اصح في فرحة هتعوم على الكل وهتحضروا لها، وهيبقى في طاقة ايجابية، وهيبقى في زينة حلوة، هيبقى في تغيير حلو، هيبقى في طاقة كده، طاقة حب كده. من وقت للتاني انت بتشتاق لايام زمان، بتشتاق لوقت كنتوا متجمعين فيه كلكم، وقت كده كنتوا لطفة، وقت فيه كان حب، كان كلام حلو، الله اعلم، بس من وقت للتاني بتشتاقوا لوقت معين في حياتكم، فلازم تطلعوا من اي خنقه او اي ضيقه انتوا بتمروا بيها، ولازم تاخدوا نفس عميق، العبوا رياضه، جددوا من نفسكم. انتوا من وقت للتاني بتحسوا بتكتيف، حد مكتفكم، حد مخليكم مش عارفين تتكلموا، عندكم حسد شديد في البيت، انتوا محسودين في ارض بيتكم، فلازم تحصنوا
البيت في واحدة من الإخوات دي بتحبكم جدا، بس هي عايشة في دوامة، عايشة في توها. حاولوا تطبطبوا عليها، حاولوا تشوفوها عايزة ايه، حاولوا ان انتوا تتكلموا معاها بقدر المستطاع. في حد عندكم هيعمل عملية او حد هيعمل عملية، الله اعلم، في حد عندكم هيدخل العمليات الفترة اللي جاية، وبإذن الله هتكون العملية بسيطة وهيطلعوا احسن من الاول، فما تقلقوش خالص علشان انتوا عندكم قلق رهيب. كمان عندكم حد بيشتكي من خشونة في الجسم، او خشونة في الجسم كده. الحد ده تعبان او نفسيته تعبانة، مش قادر يمشي على رجليه. ان شاء الله بإذن الله ربنا هيشفيه، بس قولوا له ان هو ينتظم على العلاج اللي عنده، او ينتظم على الادويه اللي بياخدها، وبلاش يهمل في صحته، او بمعنى اصح يهمل بنفسه. عندكم هنا الطريق، والطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده عمالين تفكروا فيه وتحسبوها يمين وشمال من الطريق ده، خايفين. مين بقى الشخصيه اللي مش حابه لكم الخير اللي انتوا فيه، او مش حابه لكم اللي انتوا تكونوا في نفس المكان؟ اي نعم، ربنا بينجيكم طبعا، وربنا بيحبكم وواقف جنبكم، بس برضو هي مازالت موجوده ومش حابه لكم الخير، وعماله تحقد وتغل اتجاهكم، معرفش ليه. انتوا فوضتوا امركم لله وقلتوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن يكون عندكم رجوع مع ابراج مائيه، هيبقى في رجوع وهيبقى في طاقه ايجابيه باذن الله، بس حاولوا تلموا شويه على الشريك، حاولوا تلموا شويه من الطاقات السلبيه اللي عندكم بسبب الضغوط، لموا بمعنى اصح على الشريك، علشان انتوا اللي بتتعبوا. انتوا سهل جدا تدخلوا اطراف، تتدخل في حياتكم اطراف، تحسدكم اطراف، تتكلم عليكم، فخدوا حذركم. يعني ما تدوش لحد الامان، ما تفتكروش ان الحد اللي هيطبطب عليكم النهارده هيفضل طول عمره يطبطب عليكم، هيجي في وقته وهيقلب عليكم، فانتوا ما تدوهوش الفرصه ان هو يجي لكم ويقلب عليكم وتتعبوا نفسيا، او الضغوط اللي عليكم تكون شديده. انتوا هنا صداع طول الوقت ماسكين دماغكم، طول الوقت بتشتكوا، البعض منكم عنده عرق نساء، البعض منكم عنده العصب السابع، البعض منكم عصبي طول الوقت، القولون عصبي، لازم تهدوا اعصابكم شويه، القولون عندكم ملتهب، القولون عندكم انتفاخ على طول، غازات غير طبيعيه بسبب ان انتوا عصبيين الفتره دي بقدر المستطاع. حرف الميم، حرف الالف، حرف السين، حرف الحاء، حرف الدال، دول انتوا في علاقات تربطكم بيهم، في لا اما شغل لا اما علاقة قديمة، دول موجودين، ما زالت موجودين، ولو انتوا مالكمش علاقة بيهم فمازال في مراقبة، مازال في حاجة معينة، فخلوا بالكم من الاشخاص دول. عندكم ناس سهل جدا تضحك في وشكم، بس من وراكم تعابين، من وراكم الحقد والغل بطريقة رهيبة، بيتكلموا عليكم، بيجيبوا سيرتكم في حاجات كتيرة جدا انتوا مالكمش علاقة بيها، بس انتوا مقررين تشتغلوا وتنجحوا وتعافروا ان شاء الله. بإذن الله، بإذن الله، بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هتنجح، وورق السفر اللي بالك مشغول بيه ده هيخلص على خير، وهيبقى فيه مصلحة حكومية، مصلحة في محكمة، مصلحة في حاجة معينة، هيبقى فيها نجاح كبير جدا. طيب انت في سر مداري على حد، السر ده مربوط بيك انت شخصيا، فخلي بالك ان السر ده ما يتكشفش لو انت فضلت في الخطأ اللي انت فيه، عشان السر ده انت بقالك مدة عمال تداري فيه، وزي ما قلت لكم اللي عمالة تدور وراكم دي ما بتنامش، دي مش هي بتحبكم بس من كتر ما هي شاكة فيكم، او من كتر ما انتوا اديتوها فرص الشك، او بمعنى اصح انتوا اللي شاكين. خلوا بالكم من اي حاجة ممكن تتكشف عنكم الفترة اللي جاية، الحاجة اللي مستخبية دي تخلوا بالكم منها. في كمان هنا حد عايز يقعد معاكم ويفتح لكم قلبه ويتكلم معاكم ويقول لكم ان انتوا في حاجة غلط بتعملوه، حد عايز يعاتبكم بمعنى اصح. دايما العتاب بيدل على المحبة، بس انتوا قطعتوا الود ده او قطعتوا المحبة دي بسبب ان انتوا شفتوا امور مضايقاكم. انتوا داخلين في كذا حاجة، داخلين في كذا مشروع، البعض منكم عليه ديون، وعشان كده زي ما قلت 24 ساعة شغالة علشان يسد جزء من الديون اللي عليه. البعض منكم عنده دوخة من غير اي سبب، وده بسبب ان انت برضو عليك دين، فخلوا بالكم من اي حاجة في حياتكم. ليه؟ علشان عندك انت ناس بترسل عليك طاقات سلبية، ممكن تبقى من بعيد تكلمك بالتليفون، وعشان كده انتوا دلوقتي عاملين ايه؟ تليفونكم عامل ازاي؟
انتوا مش انتوا لو ها انتوا لو عليكم ما تمشوش بتليفون اصلا، لو عليكم مش عايزين تمسكوا تليفون في ايدكم. ليه؟ علشان بتقولوا التليفون جايب لنا وجع ومشاكل وطاقات سلبية، فخلاص في شوية وجع في ظهركم مواجعكم، يعني شوية وجع كده بيجيلكم في ظهركم بطريقة رهيبة. لو حصل عندكم مواجهة او قاعدة مع حد الايام اللي جاية بلاش تقولوا كلام سلبي، خلوا بالكم من النقطة دي. في عندكم هم هينزاح بإذن الله، وهيبقى في طاقة سلبية طاقة إيجابية من بعد الطاقة السلبية اللي انتوا بتعوم عليكم. انتوا في أرض بيتكم مش مرتاحين، في أرض بيتكم في وجع، في شد على طول مع الأطراف الأخرى في البيت، دايما من وقت للتاني بتحسوا ان انتوا لو بصيتوا لنفسكم في المراية بتحسوا ان انتوا مش انتوا، انتوا ما كنتوش كده. انتوا من الاشخاص اللي نزيهة جدا، من الاشخاص اللي بتحب الحياة طموحاتها عالية، بتحب التغيير، بتحب اللمة، بتحب الحاجات الجديدة، بس انتوا عندكم طاقة مضايقاكم. ففي هنا لمة حلو او قعدة حلوة او طاقة ايجابية، انتوا من الفترة دي هتحضروا لمناسبة او هيكون في مناسبة حلوة عندكم، المناسبة دي هتكونوا مبسوطين بيها جدا علشان هتديكم دفعة لقدام. ممكن يبقى في عزومة لعيد ميلاد، هتعملوا انت عزومة في ارض بيتكم الله اعلم، بس هيبقى في طاقة حلوة وهتخرجوا من الحالة السيئة اللي عندكم، وهيبقى في تحسن للافضل باذن الله. البعض ممكن يكون عنده مشروع ناجح، انتوا عندكم حاجة ناجحة الفترة دي هتحصل عندكم بشكل كبير جدا. الحاجة الناجحة دي ان شاء الله باذن الله هتلاقي كده طاقتكم بدأت تتجدد. بس كمان خلوا بالكم من ان انتوا في علامة، العلامة دي هي عقبة موجودة قدامكم انتوا عمالين تخفوا فيها او عمالين تعافروا علشان تعدوها. العقبة دي ما زالت هي موجودة، والعقبة دي ممكن تكون غلطة، حاجة ممكن تكون قرار خدته غلط، ممكن يكون شخص محطم الحرية بتاعتكم، فدي حاجة ندمانين عليها الله اعلم، بس الحاجة دي فعلا غلط في حياتكم وانتوا مخنوقين او زعلانين ان الحاجة دي في حياتكم. فلو انتوا عندكم قلق او عندكم تعب او عندكم ضغط او عندكم حيره الله اعلم الحاجه اللي عندكم ايه، بس في خروج من المحنه اللي عندكم وهيبقى في طاقه ايجابيه باذن الله. كمان انتوا هنا في حد بتحس ان هو بيكلمكم من وقت للتاني، حد كده بتحس ان في وسواس عند ودنكم، في حاجه عماله مش تسلطكم، في حاجه عماله تقول لكم ده خطأ ده صح، وانتوا طبعا الموضوع ده مش عاجبكم، وعشان كده انتوا واخدين موقف من حد الفتره دي بشكل كبير جدا، وعايزين تفهموا ايه اللي بيحصل معاكم ده، عشان انتوا حاليا مش فاهمين اللي بيحصل معاكم ده ايه سببه، او بيحصل معاكم ليه، او في ايه، او ايه اللي هيحصل. حيره على طول من وقت للتاني، رغم ان عندكم توضيح امر او توضيح علاقه او توضيح حاجه معينه، وباذن الله هيكون فيه فرحه حلوه. الفرحه دي باذن الله هتكون دفعه عليكم بشكل عام، وممكن كمان يكون في تواصل مع حد، طاقه مع حد، قاعده مع حد الله اعلم انتوا ايه اللي هيكون عندكم في تجديد عندكم الفتره دي. انتوا الامنيه اللي حاطينها ببالكم هتتحقق بشكل كبير جدا، وهتختصروا حاجات كتيره جدا. بس في ست عندكم، الست دي بتدعي المحبه، الست دي قصيره بيضه شعرها حلو جدا، لكن هي خبيثه مش حابه لكم الخير خالص. الست دي من المقربين ليكم، وانتوا حاطين اسطوب بينكم وما بينها، وخايف، مش خايفين منها، خايفين يعني من اللي بيحصل حواليكم. عشان كده انتوا زي ما قلت لكم بتحسوا حد بيكلمكم، بتحسوا انه في افكار سلبيه، هوس عندكم غير طبيعي، وبرضو مش فاهمين اللي بيحصل معاكم ده ايه. فعشان كده بقدر المستطاع بتحاولوا تكتموا على خصوصياتكم، بتحاولوا تكتموا وتداروا غير الاول. في الاول كنتوا اشخاص بتحب الكلام، بتحب ان هي تحكي، بتحب تفرح الناس اللي حواليها، بس خدتوا ايه؟ ان انتوا بتحكوا كل حاجة عن حياتكم وبتحبوا تفرحوا اللي حواليكم، ما خدتوش حاجة غير الوجع اللي انتوا فيه. وعشان كده انتوا عندكم مغامرة جديدة او خطوة جديدة او قعدة حلوة باذن الله. ولو حد جه عندكم وعرض عليكم عرض وانتوا حسيتوا ان العرض ده مغري، ففكروا فيه بشكل ايجابي، وان شاء الله باذن الله ربنا هييسر الامر اللي عندكم ويتحسنوا من المواضيع اللي شاغله بالكم. انتوا حياتكم جميله وفيها طاقه ايجابيه، بس انتوا اللي مأثر عليكم الايام دي الضغوط في حياتكم الماديه. الماديه عندكم ممكن تكون واقفه شويه، او الضغوط عندكم مأثره عليكم في كذا حاجه، فان شاء الله باذن الله هيكون فيه مفاجاه حلوه او طاقه حلوه او عرض حلو
طاقة معينة هتتوزع عليكم، مقابلة انتم مستنيينها بقالكم مدة، الله اعلم، بس هيبقى في تجديد في كذا حاجة هتحسن من الوضع بتاعكم. فانتوا هنا عندكم علامة اكس على موضوع، او عندكم علامة اكس على طاقة معينة، هدف معين، موضوع معين، علامة الاكس دي مؤثرة عليكم، مخلياكم انتوا ساكتين وحيرانين بكل الطرق، بس انتوا بتحاولوا حاجة، في حاجة مفقودة عندكم، بتحاولوا تعثروا عليها، بتحاولوا تلاقوها، بتحاولوا تدوروا بشكل إيجابي علشان تلاقوا الحاجة اللي ضايعة منكم دي. في فرحة في الطريق ليكم، الفرحة دي هتدعمكم على جميع الأوضاع بتاعتكم، وهيكون عندك التزامات، انتوا عندكم التزامات الفترة دي مطلوبة منكم عشان تجددوا في اللي انتوا فيه. بس دايما اقول امسكوا على ايدكم شوية وحافظوا على مصاريفكم، حافظوا على اللي انتوا عمالين تصرفوا فيه على الفاضي وعلى المليان من غير اي سبب، وخلي المعاملة بينكم ما بين الاشخاص اللي حواليكم بحذر شوية، رغم ان انتوا داخلين على ايام حلوة ليكم، بس انا عايزاكم تتعاملوا بحذر. الشخص اللي عايز يعتذر منك، او الشخص اللي هيجي ويعتذر لك وهيقول لك انا اسف سامحني على غلطة عملتها، او هيفتح دفاتر قديمة، انتوا اللي خرج من حياتكم مستحيل يرجع لها تاني غير بمزاجكم، انتوا عندكم الوضع ده. ففي كمان حد، يعني ممكن انتوا حد هيجي على حد، وانتوا هتدافعوا وانتوا هتتكلموا، انتوا ما بتحبوش الظلم ولا بتحبوا النفاق ولا بتحبوا تكونوا بوشين، فهتدافعوا انتوا. ده انتوا كمان ساعات بتوقعوا نفسكم في مشكلة ازاي، يعني الحقيقة ساعات بتزعل، او حد يجي يسألكم سؤال بتبقوا عارفين ان الحقيقة ممكن تعمل مشكلة كبيرة، بس بتقولوها، بتقولوا الحقيقة واللي يحصل يحصل. فلو حد بيحاول يوقعكم في خطيئة، خدوا بالكم وخدوا حذركم. في كمان هنا حد هيتصل بيكم وهيعزمكم وهتروحوا، وهيبقى قعدة لطيفة، لمة حلوة، أمور حلوة، وزي ما قلت البلوك اللي عندكم ده هيتفك، وهيبقى فيه كلام، الحد المعين اللي بينكم وما بينه بلوك هيتفك بإذن الله. بس خلي بالكم هنا كمان، بإذن الله، بإذن الله، في رمز معين، رمز رزق أو رمز خير هيتفتح قدامكم بإذن الله الفترة اللي جاية، أو أنتوا هتحلموا حلم وهتفسروه بالرزق وفي الخير إن شاء الله بإذن الله. رغم إن أنتوا الفترة دي بتحلموا بأفاعي، بتحلموا بتعابين، بنمل، بحاجات كتيرة بتدل على الطاقة، التعب أو طاقة الأذى، بس بإذن الله ربك هو اللي هيكون نصرك في كل الأخطاء عندك، وربك هو اللي هيكون واقف جنبك، وهو اللي هيعمل لك كل حاجة أنت محتاجها. فشوف أنت مستني إيه، لو أنت مستني انفراجات مالية ففي تحسنات حلوة وفي طاقة إيجابية. الست او البنوته اللي من سنكم وغيرانه منكم، او الشخصيه اللي من سنكم بتغير منكم، دايما حاسه ان انتوا احسن منها، بتحب تاخد لبسكم تلبسه، بتحب تستلف منكم حاجات، دايما ايه، حاسه ان انتوا احسن منها. هي فقد حاجات كتيره جدا في حياتها، فعايزه تكملها من شخصيتكم انتوا. كمان انتوا اشخاص لطيفه جدا، وشكم بشوش على الاخرين، وشكم كده كده كله طاقه ايجابيه، كله خبر، اخبار حلوه، المكان اللي انتوا بتدخلوه الناس بتحب جدا تتكلم معاكم فيه. فخلال اليومين اللي جايين دول هيبقى فيه حد هيتكلم معاكم، حد هيدير معاكم حاجة معينة، حد هيديكم طاقة إيجابية، وهيبقى فيه لقاء حلو، طاقة تانية مختلفة، الله أعلم، بس هيبقى فيه تجديد في أمورك أنت شخصيا. ليه؟ علشان أنت طال انتظارك في حاجات كتيرة جدا. يا رب تكون قراءتنا عجبتكم ونالت إعجابكم، وإن شاء الله بإذن الله ننزل لكم استخارات جديدة وقوية على طول. أول